عبد الغني غنم درمان احمد جيم فهمي يا جماعه شير اول شيء ما قدر ندخل تاني سبحان الله ياسر وليد احمد محمد محمد قضم يا جماعه شير ادعموا الله ادعموا يا جماعه بشير الناس دي شغالين في صفحتي بالكون نحن ما بتموت والله يجونا الله يجونا اللاجئين بالكون بالكون يا جماعة شير شير يا جماعة والله ما انا خايفين من غير الله قسم بالله العظيم من غير الله ما خايفين والخالق فينا ضلع اللجنة الدالي والكاتب لنا بيموت بيتين يطلع شهادة الوفاة اي والله يعني ايش رجال يموت ابطال صحيح يا احمد ابشروا والله العظيم تسمع الغنيه دي وتشيل سكينك وتطلع برا ولا تتلفت نهاكم الله يديكم الصحة والعافية شير زلة الزلة ما حبابة يا برهان احنا ما اهل زلة والله ما بتموت نار ما بتموت والله ما
ما بتموت الناس والنار ما بتموت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة الشير المشاركة صفحتي دي على بلاغات الناس دي نزلت لكم متفقين في الكلب هاوس يقفل الصفحات هذه بقالوا بالعلن الناس دي ما عندهم شيء يقنعوك به إلا يقفلوا الصفحات. الناس دي مفلسين، الناس دي ما عندهم منطق، الناس دي ما عندهم حجة. حجتهم تهكير الصفحة، قالوا يخاطبوا تقدم والدعم السريع، يخاطبوا أنه في ناس بيحضوا على الكراهية. هو الدعم السريع يا بتتكلموا في الكلب هاوس يعني عاج يا أبناء الحرام اسمعوا الكلام. انتوا والله يا أبناء الحرام دي احنا ذاته بقينا نشوفها شوية، ما 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 بتعبر عن الإنسان السوداني تجاهكم ولا بتعبر عن حالنا لكم. ابن الحرام دي بقت كلمة بالنسبة لكم زي صباح الخير، لأن والله انتوا اللي بتشبهكم أكعب منا. انتوا جيبوا حجة، جيبوا لكم حاجة وردوا الشعب السوداني ده، قول له واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن دارين تسوقوا الدعم السريع وتمشوا تبلغوا في المنصات وتقول له كراهية كراهية الاغتصابات والموت والبيوت اللي تهدت واللي تهدمت واللي سرقت والناس اللي شردت والنزوح واللجوء ده كله ما فارق معاه أمكم. يا قحاطة يا رمم يا مخنسين يا أشباه الرجال، إحنا كلامنا ماسع، كلامنا بعدين. شفت قعدت لقيت الهواء وضريت عيشك وقعدت برا تتكلم، والله نركبك إن مشيت السما الأحمر يا ابن الحرام. أسمعوها كويس، أقعدوا كذبوا في الكلب هاوس وتكلموا يا سكارة، لكن والله بنركبكم بنركبكم بنركبكم. البلد دي ما بتتحكم بيكم ولا حد تخش جوا كده تخش رجلك، والله إلا كان البلد إلا كان السودان اللي بس طرح. بعدين ما تيجي تبكي ونلقاك قلبت مكانتك من جاز عملتها بنزين، ما بنسمح لك. أقعدوا كذبوا في الكلب هاوس وأقعدوا أدعموا، قولوا إحنا متمردين عديل، إحنا منتصرين وما بتشاركونا وما بتخشوا جوا السودان ده حقنا، عشان تعرفوا بنوزع الوطنية. أنت وطني أنت ما وطني، انت ابن حرام انت ابن حلال، من حقنا. في رجال اكتر من كده اتحداكم يا ابن الحرام. اقعدوا يعجعوا في الكلبات هاوس، اسكروا واشربوا الحشيش وجيبوا العاهرات وقعدوا كذبوا، لكن كله ده محسوب بعدين لما تجي البلد. البلد اهم حاجة فيها جهاز امن، قبضة امنية قوية جدا جدا جدا، ما دارين ولا نفس. النفس كده محسوب، في اليوم عندك 36 نفس، لو زدت نفس تتخطى في الحجز. احنا دايرين كده بكيفنا. الناس دي يا جماعه اقسم بالله يتهزموا نفسيا، يتهزموا اخلاقيا، يتهزموا اجتماعيا، يتهزموا في الميدان، يتهزموا اي مكان يتهزموا فيه. الناس دي ما عندهم الان بيقول ما عندهم، بيقول لك الراجل الشايب العايب الراجل الكبير البطه الكبيره اللي اسمه هشام شبشب الملك المؤسس، بيقول لك بعد كده إلا نلبس الكدمول والرهيفة ترقد. ما انتوا لابسين الكدمول أكتر من كده، تلبسوا الكدمول كيف؟ أكتر من كده حتلبسوا كيف الكدمول؟ حتلبسوا الكدمول كيف؟ انتوا ما لابسين الكدمول الآن. الجنجويد ده ما إلا شال فوق، ما أي جنجويد بيلبس كدمول. انتوا أسمع أخطر من الكدمول، أسيتوا أخطر من الجنجويد. انتوا العقل المدبر والعقل المفكر، وانتوا البوصلة حقته، وانتوا اللي بتوجهوه، وانتوا اللي بتشرحوا له، وانتوا اللي بتمدوه، وانتوا اللي عاملين له غطا. انتوا اخطر من الجنجويد يا كهنه يا حاج هشام، انتوا اخزر من الجنجويد يا حبوبه، انتوا اخزر من الجنجويد. افهم الكلام ده كويس، افهم. انت لما تبقى راجل احنا ممكن نتكلم معك، غش الناس وطلص عليهم، لكن ابقى راجل. انت عارف قصدي شنو؟ كتر خير الدكتوره الماسكه لا بلا الماسكة لا جد وقاعدة معاه، كتر خير وبارك الله فيها، لا بجيب ولا بودي، قاعد بس لسان ول 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 بس لسان. شنو انت
عندكم حاجة كذابين قحاطة مخانيس كلكم ما تعملين رجال قحاطة رمم قوادين كان لبستوا كدمول ولا ما لبستوا ما عندكم تاني خلاص أقعد في أمريكا دي وقدامك البار أسكر خلاص القصة انتهت تاني السودان ده ما عندكم في عود عودكم في عود زول هاجر وساب بلد وخلاص انتهت يعني ما عندكم في حاجة نمشي يا جماعة للميدان ادونا الشير يا جماعة عشان الحساب احنا قلنا لكم جبنا لكم قلنا لكم دارين نهكروا ودارين نوقف الصفحات وما قدروا عشان كده ادونا دعمونا بالشير دعمونا بالمشاركة الكلام اللي بيشوفوا ده انت بتستمتع به ده هم بيوترون هم بيجننون هم بيعملون الصمرقع تعرف الصمرقع ده مر عليك صمرقع ده أسوأ أنواع الجنون يقول لك الجن بالداوة كعب الاندراوة الجن وبعده الاندراوة وآخر مرحلة الصمرقع الصمرقع ده كله قحاط عنده صمرقع كله قحاط الآن عنده صمرقع وصل مرحلة الصمرقع دي مرحلة بعيدة دي مرحلة ميؤوس منها دي بتفوت الاندراوة بمراحل بجبال بسنوات ضوية الآن القحاطي مصاب بمرض الصمرقع عشان كده الناس تدعم أي صفحة دعم جيشة واقفة مع جيشة أدعمها لأنه في ناس متربصين بيه كونتو بدعمين للجيش مختلفين على برهان أو موافقين على برهان دائما الاثنين هدف لا أنت حيستفيد ولا ذاك حيستفيد عشان كده أدعم الصفحات أقفوا مع الصفحات لأنه لو الصفحات دي فقدت والله العظيم إعلام ساي يحكموك إعلام ساي إعلام ساي يمسكوك إعلام ساي يسيطر عليك ودي الحقيقة ناس زي الفشلوا إعلاميا فشلوا وإحنا وقفنا لهم فشلوا في خطتهم فشلوا في أنه يثبتوا أنه الانقلاب ده كيزاني فشلوا فشلوا ليه؟ لأنه صوت قاعد لأننا نحن واعيين لأنه الشعب بيثق فينا لأننا عندنا ناس بتسمع لنا وعارفانا صادقين عشان كده فشلوا ودي الحاجة اللي قلبت السحر على الساحر دي الحاجة اللي بوظت لنا المخطط أنه الحاضنة الشعبية حقتهم اللي كانوا خاتنها تنفعهم لما يطلعوا يقولوا كيزان ويقفوا معاهم والشوارع ويعزلوا الجيش من الحاضنة دي هنا فشلت عشان كده فشلوا فشلوا غيروا الاسم شالوا مشوا وين من قحط مشوا ليتغدوا ليه؟ لأنه ما مقبولين كان بيقحط ما مقبولين لو بيتغدوا ما مقبولين لو بأي حاجة ما مقبولين عشان كده أدعم الصفحات أدعمها أعمل لايك أعمل شير الحرب بتاعتنا لسه ما انتهت لسه ما انتهت الناس ما تقعد ترمي السلاح تقول خلاص لا لسه الحرب لسه طويلة دايرة لها سنين لازم الناس توعى ولازم الناس تفهم الوطن محتاج لأي كلمة محتاج لأي صوت محتاج لأي شير لأي لايك لأي محتاج لو قلت لك ما بتأثر أكون كذاب والله لو كتبت جيش واحد شعب واحد بتأثر بتفرق لو كتبت كلنا جيش بتفرق لو كتبت نعم للجيش أي حاجة تكتبها بتفرق نمشي نشوف الميدان يا جماعة الميدان الليلة شغل طيران ما طبيعي في كل مكان كميات من التأشيرات انجغمت داخلة من ليبيا كمية كبيرة انجغمت كاملة انجغمت جات المعلومات من هناك ووصلت والناس انجغمت التأشيرات الجاية من ليبيا انجغمت قبل ساعتين برضو في مناطق كردفان انجغمت التأشيرات تحت الجنجويد الليلة برضو في حجر العسر انجغمت التأشيرات تحت الجنجويد في حجر العسر انجغمت مدني دي حدث ولا حرج الطيارة ولا بشوفوها ولا بتشاف الطيارة بس بب والجنجويد يقعدوا يكوركوا دقوا المدنيين صرخوا الحقونا الموت الله يجازيك البرهان ما نافع معهم شرق النيل شغل الحفاية شغل المدافع اللي كانت بتضرب في الخرطوم الليلة انتهوا منها في الجولف بتاع أسامة داود انتهوا من المدافع في شغل طيبة معسكر طيبة جلده الاحتياطي بيورى الليلة الجلد كمية لكن الشغل ده ما كافي الشغل ده ما كافي الشغل لو ما فيه مشاعديل يا برهان ما بيمشي ولا بالفيك انت لو ما لحقت الان بالمشاة تاني حنرجع حدق بعد شوية حيزيدوا حدق بعد شوية حيزيدوا الفايدة ساقية انت تدق وتاني تمشي تاني يجوا تدق وتمشي يجوا
الطيران دائما يا برهان انا ما دارس كلية حربية ولا عندي خبرة في الطيران ولا كنت طيار ولا كنت غايد بتحامية، لكن حضرت افلام كثيرة. الطيران لما يمشط لازم يكون مدبوع، لو اساسا انت داير تنظف الطيران لما يمشط لازم تكون مدبوع بمشاة عشان ينظف لون الطريق. هما الطيران ما بدك ساي بس عشان يدق، بس عشان يضرب من فوق ودب دب 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 خلاص انتهت القصة. لا، طيران دائما عشان تنتشر بتستخدم الطيران. لما يكون في قوة قدامك دار تفرتيق او دار تبعيدها، من البديهي تدق الطيران، تجيب الطيران عشان يغطي للمشاة حقينك. انت ما عندك مشاة، انت المشاة خدتهم في جبهة يصفقوا. عامل الجيش القاعد في جبهة ده اقسم بالله ده براو، ولا تضيف لي وادي سيدنا ولا تضيف لي حطاب ولا تضيف لي المهندسين، براو في جبهة ده والله يحرر السودان ياخدين. لا ولا بتحاسبه، ولا بتحاسب الجيش في جبهة ده والله، ولا بتحاسب خدتين لشنو ده، ده مخزن ولا شنو يا برهان؟ انت عملت استنفار وعملت تعبئه، والشعب السوداني الجيوش لما تعمل تعبئه وتعمل استنفار معناته ما عنده تعويض. انت يا برهان ما محتاج لاستنفار ولا محتاج لمقاومه شعبيه ولا محتاج لواحد تعبئه، واحد كده تعبئه ما والله لو هم انت جنودك قاعدين هذيلك شايفينهم قاعدين، الجيش اللابس ومدرب وشغله حرب وشغله حفاظ على الدولة قاعد، انت محتاج للمقاومة لشنو؟ ما نحن فهمنا احتمال، احنا ما بنفهم الان المقاومة دي ما عندك لا حوجة. انت بتتكلم نسلح المقاومة ونسلح الشعب والمقاومة الشعبية، الكلام ده بتقوله يا برهان لو وصلت المرحلة بتاعت الخطر، جيشك انتهى خلاص ماشي على النهايات وما عندك تشوين وما عندك تعويضات في الجيش، بتعلن الجهاد بتعلن الاستنفار وكل زول بتدي سلاحه. لكن التامس اللي شفناه في جبهة ده جيش لا عنده عدد ولا عنده آخر ولا عنده أول، شفنا بعيننا ما حكوا لي قصة، شفنا بعيننا ده قاعد في جبهة. جبهة دي وين؟ جبهة دي فيها حاجة استراتيجية، فيها شيء، جبهة ده معسكر بتاع تعهيد أكاديمية. طيب الجيش ده ما نستفيد منه هنا برهان؟ نستفيد منه. هالجيش ده لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ومشى من جبهة بيرجول وبخش الخرطوم، طيب ليه يا برهان انت معذب الشعب السوداني للدرجه دي؟ ما نحن دارين نعرف انت عندك بين احنا وانت في تار بيناتنا عشان احنا نعرف انت قاصدنا، انت دار تنتقم، انت في عقليتك كده راسك ده مريض بامانه يا برهان، انت راسك ده مريض، انت زول عندك نفسيات، لانه الشغل ده والله ده ما بتاع مريسه ولا بتاع بنجو، ده بتاع زول مريض نفسيا. جيب اي بني ادم قول له يا هون ده جيشنا، جيب شغل الفيديو بتاع جبيت قول لي ده جيشنا، ده جيشنا حقنا بتاع السودان، وفي مناطق ما فيها عسكري والجنجويد ما تهمين ألف، واللمس شفناهم ديل أكثر من 60,000 70,000، حيقول لك كده الغاية ده مريض نفسيا، حيقول لك كده يا مريض نفسيا يا جزء مع المؤامرة. لأنك انت يا برهان الآن حتى المقاومة الشعبية انت ما محتاج لها، المقاومة الشعبية ممكن تحمي بيوتها بعدين وتقعد وتمشي، لكن الآن عندك جيش، عندك حاميات، عندك ما شاء الله عندك خشم القربة، عندك كسلة بهناك القضارف، عندك الدمازين، عندك سنجة، عندك سنار، عندك نهر النيل، عندك حاميات كمية كبيرة، انت حارس شنو سمح؟ الآن احنا محتاجين المشاة، محتاجين المشاة ما فوق دق من فوق ما ولا تضرب ولا كأنك بتعمل في حاجة، بس دي خسارة للدولة ما أكثر ولا أقل. أنت دار تضرب من فوق نظف من تحت، وأنت تضرب قدام والجيش يمشي قدام، لأنك أنت اللي بتضربهم دير إحنا شايفينهم بيموتوا فوق حبة والباقيين بيكونوا واقفين، الباقيين دير الواقفين دير لو ما في قوة مشاة قدرت انتهت منهم ما في فائدة. ما هي الشغلة ما ضرب طيران إحنا ضربنا وإحنا ضربنا، ممكن تضرب لي المضادات، ممكن تضرب لي الثنائيات، ممكن تضرب لي العربات القتالية، المشادين بيكونوا ماشيين، لكن انت ما دارين تشتغلوا شغل متكامل، انتوا دارين تصغروا انكم شغالين، انتوا ما دارين الحرب تنتهي من ناحية ما دارين، انا معنى عندي ما دارين، وكل يوم بيثبت لي الدليل القاطع انكم انتوا ما دارين الحرب تنتهي. دي الحقيقة، لانه يا جماعة بأمانة وبصراحة
هدو عندك الجيش، امشي ارجع للفيديوهات شوف الجيش اللي في جبيت ده، شوف الجيش اللي في جبيت ده قاعد كيف. الجيش اللي في جبيت ده في وادي سيدنا في تزعة زيهم، تزعة امثال، وتضرب في تزعة طوال، في حطاب اضرب في تزعة ستة. ده جيش خاتنه ليشنو؟ ما نحن دارين نعرف اليوم الاسود من الفيو ده نحن تاني شنو؟ في يوم اسود اكتر من ده؟ في لحظة ممكن الجيش يجيب فيه اكتر من الليلة؟ ما يا هذي اليوم الاسود اللي بيتدربوا له الجيوش، ده اليوم الاسود اللي بيجهزوا له، وده اليوم الاسود اللي بيجهزوا له جيوش الدنيا كلها، ده اليوم الاسود اللي بتكمل فيه الجيوش لو دارت تكمل. لكن جيوش الان بيشوف البلد وجيوشنا ثلاثة كتائب، قوات خاصة الوليد، قوات خاصة مؤهلة مدربة تدريب عالي، جبتها من اليمن نزلتهم في الجزيرة دي ما بحرروها، أقسم بالله يحرروا أمها. لكن ليه يا برهان؟ أنت والله العظيم بتتكلم بتطلع تقر قر 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 وقر قر قر، ما عندها أي نغمة، ما أنا فاهم، يعني إحنا احترنا فيك، أنت ما فاهم، انت ما عارف، مستحيل تكون ما فاهم وما عارف، مستحيل. انت زول الان، انت كده اي زول لو جاء قال لك عميل انت ما تزعل، انتوا اي الناس اللي بتحبوا برهان وتعبدوا، لو قلنا لكم ده عميل ما تزعلوا، لو قلنا لكم ده جنجويدي بيكدبوا ما تزعل. دي التصرفات اقنعونا دون اجابه منطقيه. اطلعوا وعملوا مؤتمر صحفي اكتبوا للشعب السوداني ده، قول له احنا الجيوش دي خدتنا لعيد الصيف، خدتنا لعيد البقرة، خدتنا لعيد شم النسيم، خدتنا والجيوش دي بتتخطى لشنو غير اليوم ده؟ الجيوش بتتدرب لشنو غير اليوم ده؟ الجيوش بتجهز ليه ما لليوم ده؟ لو عدى اليوم ده وما لقيت جيش تاني القبتين، القى متى؟ القى في المناسبات؟ القى في الحفلات؟ القى في شنو تاني؟ ما ياخذ اليوم الاسود ده، اليوم الاسود اللي بتجهز فيه جيشك، ده اليوم الاسود اللي بتعيد فيه المعاهد وبتجهز فيه الكليات لليوم الاسود ده، اليوم الاسود ده. عشان كده الضرب بتاع الطيران في كل مكان، لكن من غير جدوى، من غير فايده، ساي كلام بس استهلاك عشان الشعب يقول يا سلام المرحلة دي احنا وصلناها وعبرنا منها. برهان عندك حاجة جديدة اعملها؟ ما عندك جديد يا برهان، بارك الله فيك، تتعزل بس، اصله ما عندك حاجة، ما خطابك اللمس ده بيخلينا نكذب ونجامد، خطاب اللمس ده خطاب ضعيف، وبيصير لنا انك انت ضعيف، وبيصير لنا انك انت فقدت المنطق بامانة وبصراحة. لما انت الغايد العام تقول الكلام اللي قلته ده وتقطع زلط، انا طوالي باخذ هنا من هنا، انا كسوداني باخذ لي 100 خط، انه الزول ده وصل مرحله ضعيف، لانك انت وقت بتتكلم بالفاظ زي دي وما قادر تعمل حاجه، معناته هنا انتهيت يا برهان. انت لو زعلان كده قدر ده بتشيل الورقه والقلم بتسلك امورك، لكن لما تلجا لاخر حاجه وتلجا تفك اي حاجه عندك وتقول الكلام الحارقك وتصل مرحله ما قادر تفعل بتتكلم بس، هنا احنا بنخاف. ودي الحقيقة يا جماعة، عشان الناس ما يطلصوا لك ويقول لك والله الخطاب قوي، والخطاب والله ليلة برهان انطفض، ده زول ما فاهم اللي بيقول الكلام ده. برهان أمس في أضعف حالاته، برهان أمس لا حول له ولا قوة، برهان أمس يحنن، والله العظيم أقسم بالله العظيم الناس اللي بتفهم والله برهان أمس يحنن. ما دي الحقائق، دي الحقائق. زول زعلان زعل قدر ده، وزول مقهور قهر قدر ده، تفتكر لما ما قادر يشيل قلم يكتب حاجه ولا يقول ولا يعمل قرار ولا ده، تفتكر حيكون شنو ده؟ خلاص معناته تاني ما في حاجه بتهزه، والقحاطه ضحكوا فيه وتمسخروا به وزلوه، ازلوه عديل. تفتكر القحاطه ده الكلام اللي قاله امس ده خلاص ده الرديو دي تبقى ما عندها علاقه بالعسكريه؟ دي جونة شاكلت لها جونة، سيد جبنة شاكلت لها سيد جبنة، بتاعت هنا شاكلت لها اتنابز، ان انت قلتي وانا قلتي وانت هنايا وانا هنايا وانت كده وانا كده. ده المستوى، لما قيادة الدولة السودانية تصل للمستوى ده يبقى انت تخاف، يبقى انت تشفق على حالك على الجاي. والله العظيم والله ممكن اطمنك واديك اعيشك وخليك تنبسط وتقول يا سلام والله قطع زلط وقال الكلام اللي بيمثلنا، وده ده كلام عبارة عن ضحف،
كلام ده بقوله أنا بقطع بالزلط لأن أنا ضعيف، لأن أنا ما عندي قلم أكتب. أقول أنا ونبز أنا وهين أنا وأقول أي حاجة ودردك في الواطة ده أنا، لأن أنا ما أملك الغرار. لما نملك الغرار أنا ما بقدر أعمل الكلام ده، بيكون في اللحظة دي أن أنا ما جدير بأن أملك الغرار. برهان مفروض طوالي الليلة أمس من أمس طلع الغرارات في القحاطة بدون ما يصير أي حاجة، بدون ما يتكلم، بدون ما يوري رد الفعل حقه، بدون ما يطلع ويقول رد الفعل حقه ويظهر أنه ضعيف. انت بتقول للقحاطة تعالوا بورسودان، يجوا وين؟ يجوا وين؟ يجوا وين بورسودان عشان نقعد ونتناقض؟ يجوا وين تقعد؟ تقعد وين؟ والله تقعد في النار، والله تقعد في النار. يجي معك القحاطة عشان تقعد وين؟ البلد دي حق ابوك، انت وليد، انت ما فاهم، البلد دي ما بخشها قحاطي. انت داير امشي له وطير عنك ما ترك. تعالوا اجوا وين؟ وين اجوا تاني؟ اجوا وين؟ البلد دي ما وقع لك في صد. الناس اللي ماتت دي ما ماتت عشانك، ولا ماتت عشان ام الدقير، الناس دي ماتت عشان وطن. انت فاهم يعني وطن؟ تعالوا اجوا وين تاني؟ انت احنا ما دايرينك. انا شخصيا ما اخذت لك اي قيمه، انت بالنسبه لي ميت. دي الحقيقة. انت حتقعد في الكرسي ده حتكون أذى، وحتكون أذى، وحتكون أذى، ما أكثر ولا أقل. انت ما عندك حاجة، كل يوم بتتضح وبتتعرى، كل يوم بتعري نفسك، كل يوم بتطلع بصوب الضعيف، ما قادر تطلع تعبر عن الشخصية تحت الغايب، ما قادر تخاطب الغايب، ما قادر. انت زول ضعيف، انت زول أمس. يا جماعة عشان الناس تكون منطق، قبل شهر ولا شهر ونص ولا شهرين ولا ثلاثة شهور يمكن طلع حميدتي ده في تسجيل مفرق، اتهم البرهان ده بحاجات واتكلم كثير. لما طلع برهان بعديه بيومين اتكلم، قال أنا ما برد لي لزول ما عارفه ولا عارف كلامه ولا عارفه هم نزعته. الكلام ده قاله؟ قاله أمس. قال شنو؟ قال نحن عارفين الموضوع ده أخطر ما في اللمس. الكلام كله شفت الكلام كله أخطر حاجة فيه الحاجة دي، أخطر حاجة. واحتمال يكون دي طلع ونبز لك ديل وقطع الزلط عشان يدخل لك الحتة دي، بس اللي هي قصة حميدتي عايش وإحنا عارفينه كان وين، وكنت انت عارفه كان وين ليه ما ضربته. الكلام ده طلع في صفحة أحمد البلال قبل فترة، المغيم في الأمارات. الكلام اللي قاله البرهان ده قاله أحمد البلال، أرجع صفحة أحمد البلال الطيب بتلقى الكلام بتاع البرهان اللي قاله أمس بحزافيره. قال لك آدم السائر وبيسمنه وكان قاعد في بيت ويدي وكلام، أنت وكنت عارفه وما قادر ما عملت له حاجة، مفروض تمش تقدم خلاص، تمش تتنحى. أنت داير تثبت أنه حي، لأنه قال لك أثبت أنه حي، قول أنه حي. أدوك أوردر زيك زي القحاطي، قال لك يا برهان أطلع قول كده أنه الزول ده حي، والزول ده أنتوا عارفينه حي، لأنه إحنا ما صدقنا. لا صدقنا الأولى قالوا حي وجابوا القحاطة وجابوا حمدك، وبرضه ما صدقنا حي ودوا جنوب أفريقيا يتعرى زيادة اتضح أنه ميت. الآن أنت طلعوه قال لك قول أنه حي، أكراك في راسك أطلع قول حي، أطلع قول حي. طلعت قلت حي، حي منو؟ يا خليل الغنوات الفضائية حارسة ومصور عندي الفيديو بتناقشوا وبيضحكوا، مشوا ليه عشان يسجلوا معاهم. قال لهم والله ما في طريقة يا جماعة، احنا الغنوات الفضائية الوكالات العالمية دارين معاه خمسة دقائق بس. لا ما في طريقة. ليه؟ في يومه كله عنده اجتماعات. قعدوا يضحكوا، الدنيا كلها عارفة وما حقيقي مزيف، انت دائم تجي تغنينا بأنك انت عارفه، والله انت أكعب من ابو جهل، قسما برب الذي خلقني انت ابو جهل ده لو شافك والله ممكن يتوب. معقول يا برهان؟ يا اخي معقول انت دار تغنينا بأنه حميدتي حي؟ حميدتي حي؟ وقلت عارفه ومشى وين؟ كذاب والله كذاب. دي قصة منبعة دويلة الشر، طلعت عن كاتب موجود في دويلة الشر
وطلعت قبل 21 يوم قبل الاجتماع بتاع سيوبيا، وطلعت انه مكتوب موجود بآدم السائر وموجود بالكلام ده، طلع موجود عندنا. يعني القصه دي احنا عارفينها، قصه انه حي ما له بيخاف من المباشر، حي ما له ما قادر يطلع مباشر، حي ما له ما بيطلع على الهواء مباشره، حي ما له رافض الوكالات جاي من بر تصور بكاميرات الخاصه. ليه؟ لانه ما حقيقه، لانك انت ذاتك جزء من المؤامره، ودي اللي طبح بعد خطابك اللمس وعامل فيها بتلخمنا تدخل لنا وتقطع بين الزلط وتخش تدخل لنا هناي، ودخلت لنا الجمله بتاعت احنا عارفينه. لا انت عارفه، انت استخباراتك وين؟ ليه ما قتلته وكنت عارفه قاعد في بيت فلان؟ ليه ما قتلته يا برهان؟ انت لا عارف طره ولا عارف كتابه، اقسم بالله العظيم يا برهان انت مغيب، وانت خارج الشبكه، وانت لا يمكن الوصول اليه في الوقت الراهن. انت محتاج لك مئات الاعوام عشان ممكن تبقى ضابط، تبقى ضابط بس خليك فريق، تبقى ضابط. لانه الكلام اللي بتقول في ده والله لا عنده علاقه بغايد بتاع قوات شعب مسلحه، ولا عنده علاقه بضابط محترم بتاع جيش، ولا عنده علاقه بانسان ساي كده مهني بيأدي وظيفته كرجل دوله. ما عندك اي علاقه بالكلام ده كله. كلام الخطاب اللمس ده عشان لحاجتين، بتقدم للبرهان للقحافة تعالوا لنا في برستان ونقعد، كأنك انت البلد دي حقتك، كأنك انت البلد دي مش كأنه الناس اللي ماتوا دي كلهم ولا لابسوا عندك حاجة، كأنه القحافة ده ما شريك، القحافة ده ما لابس الكدمة ولا السي، قاعد مع القاتل وقال ووقع معه وجزء منه، وهو اللي بيوجه وهو اللي ولابسين جماعتهم كلهم لابسين. انت دار تمشي في الشعب تجيب لهم ديل، ودار تقعد عامل نفسك ارجل مننا. والله لو لميت جبيت ولميت الحاميات كلها، والله نحن نتحداك، نتحداك باي زول زيك، اي زول زيك اسقه، دي الحقيقه تحطها في راسك، اي زول بيدعمك انت والله انه ما كان اسقه، قسما بالله العلي العظيم، اي زول بيدعمك انت يا برهان اسقه. لا تقول لي جيش معاك، لا تقول لي معاك، الجيش الان بيتفرج عليه مسرحيه، بيتفرج على مهزله، بيتفرج على دمار الدوله السودانيه، بيتفرج على انحطاط الدوله السودانيه، بيتفرج على ذل وهوان غايد الجيش السوداني، بيتفرج على المؤسسه العسكريه وما قادره تعمل حاجه. دي الحقيقه، المفروض الان المؤسسه العسكريه تعرف انه برهان غير مؤهل. غير مؤهل. برهان خصم عليك انت كعسكري. خصم عليك انت كمؤسسة، خصم عليك انت كجيش. برهان الان ما عنده لك حاجة. انت شفت الخطاب اللمس ده خطاب غايب؟ ده خطاب، والله انا بخجل اطلع اقول كده، انا ما عندي قلم ولا عندي ورقة بطلع بقول الكلام ده، والله بستحي، والله العظيم ده وصل مرحلة من ما عنده حاجة، فاقد، ما قادر، ما هو مكتف. هو برهان اكثر مننا مكتف، احنا مكتفين باعتبارنا ما جزء من الاداره ولا جزء من القياده، مكتفين، لكن هو مكتف بتعليمات وباوامر. بس حد اللسان يتكلم قاعد يقول، لكن فعل حدك هنا، صلاحيتك هنا يا برهان. تمشي خطوه لقدام بنركبك، ودي الحقيقه، ولا بجاملك فيها ولا بديك اكثر من الكلام ده ولا بوهمك ولا بقول لك، دارين اشتغلوا عسكريه صح؟ العسكريه واضحه. الجيوش اللي قاعده في المعامل دي تطلع تحمي اهلها، تطلع تحمي ناس وتحمي عريضه وتحمي جيش، ما حمى عرضه وما حمى شرفه، شو فايدته؟ جيش ما حمى عرضه وما حمى شرفه، وسايب اهله وينداسوا ويزلوا ويدقوا فيهم بالجزمه ويتزوجوا حراير غصبا عنهم، وقاعد شين فايدته؟ شين فايدته؟ هذا دي الحقيقه، جيش قاعد جوا كامل عتاده وقوته، لا مريض لا عنده حاجه، بسلاحه بعتاده بكل حاجه، شايف اهله واغتصبوا فيهم وحرايره واغتصبوا فيهم، وبناته تزوجوا فيهم بالرجال، وبيوتهم تنهب واعراضهم تنتهك، وما قادر يتدخل. شين فائدته؟ ما هي المؤسسه ما كلمه احنا بنقولها جيش واحد شعب واحد. انا ليه بقول الكلمه جيش واحد شعب واحد؟ ليه؟ السبب شنو؟ يعني بس هاي كده عبط؟ بس هاي كده واجب علينا نقولها؟ لا، ما واجب علي، دي عندها ثمن. الشعب السوداني قام بيوت كامل، وقف مع جيش وسند ودعمه، عمل اي حاجه
دعمه بالمال، دعمه بالأكل، دعمه بالتشوين، دعمه بالمعنوي، دعمه بكل حاجة. هنا الجيش عنده التزامات يقوم بها. دي ما دار لا لف ولا دار لا والدوران. الجيش هنا ملتزم بأنه حماية الشعب السوداني، حماية الحراير، حماية الأعراض. ما يقعد يتفرج، يقعد يقول لنا بالإبرة ويقعد يقول لنا بالمنقلة. لا في إبرة ولا في منقلة ولا في كلام فاضي. في راجل وفي جيش داير يجيب بلده، داير ينتهي من التمرد مهما كان الموت، مهما كان حصل. دي الحقيقة اللي بنعرفها. لكن الشغل اللي بيشتغلوا فيه الآن ده ما عنده علاقة بالعسكرية ولا عنده علاقة بالرجالة ولا عنده علاقة بأي حاجة. دي الحقيقة مجردة بدون لف ودوران. ما تقنع نفسك انت تقول لي انا شغال وشغال. ما شغال. ما تقول لي انا شغال وقاعد انظف. تنظف شنو؟ تنظف وين؟ انت بتنظف في المحل ما في في محلك بتنظف. اه مش نظف ليه هذيلك؟ تعال شوف الجنجويد في الجزيرة، مستبيحين الأعراض، مستبيحين البيوت، بدقوا فيها أهلك وفي ناسك وفي ود عمتك وود خالتك، وبدقوا فيه ناي وبركبوا فيه بيتك وبنتهكوا فيه عرضك. الآن الطيران ده بيشتغل، يشتغل معاه مشاة. المشاة الآن دور المشاة، الناس اللي قاعدين سايف في المعسكرات دي، الجيش القاعد ده وظيفته الآن، دي وظيفته، وظيفته القانونية. يقعد يتفرج وعايل للناس يقول لهم نجيب مستنفرين؟ والله ده عيب الشوم، والله العظيم ده عيب الشوم، اقسم بالله ده عيب الشوم. المستنفرين دير امن بيون البيوت، امن بيون الحياة. بعد ما تفتح انت قدام مسكهم، قول لهم اقعدوا احموا هنا، ثاني ما تطلعوا. بعد ما انت تمشي تمشط مسك المستنفرين، جيب المستنفرين بيراك، انتوا هنا الحلة دي فلانية، انتوا هنا تعمل خيمتهم، ودي قاعدين مع الجيش، جيش مستنفرين اشي زامنية. تمشي قدام الطيران يضرب لك، اتقدم قدام مشط وانشر جيشك. انت ما قاعد تنشر ولا بس بتضرب وترجع. شنو يعني بتستفيد؟ شنو يعني في شنو الفايدة؟ ولا حاجة. قال لنا 9 شهور شغالين بمنهجكم، استفدنا شنو؟ عملتوا شنو؟ ولا حاجة. بالعكس جنجويد كان اول ما منتشرين، انت خليتون انتشروا زيادة. دي حقائق موجودة بالتواريخ والايام وكل حاجة. عشان كده يا مؤسسة عسكرية، برهان ده العاد ما عنده كل يوم بيثبت انه فاقد الاهلية وفاقد الشرعية، كل يوم بيثبت انه ما عنده حاجه يقدمها للشعب السوداني ولا ليكم. عزل البرهان الان مش مطلب الان، اهم من لازم الان، لانه الزول ده واديكم للمحرقه والمهلكه. الزول ده مربطكم ومخليكم، وهو عبد المامور، هو خاتنه شغله شنو؟ شغله انك انت ما تطلع برا، شغله انك انت تقعد جوا ما تطلع، شغله انه بس يخدر الناس، شغله انك يخلي الناس قاعده كده والجنجويد يمشي ينتشر. ده شغل بتاعه، وظيفته من الـ من من الـ من الشيطان. انا كذاب، انا كذاب، واي حاجه اتحداكم قول لي برهان اطلع ادلينا الامارات، بس احنا بنقتنع. اطلع ادينا الامارات، اطلع يكلف وزير الخارجيه ده يمشي يفتح بلاغ عديل في الامم المتحده. ما بيقدر، لانه ده كفيله. ولا تلف ولا تدور لي ولا تجيني عشان املح عليك واجيب لك براحه براحه، ده كفيله، ده ولنعمته. يجعجع ويقول ويقطع زلط ويقول ده موضوع منتهي، ده ما عنده حاجة، ده كباب ساي، ده هراش، ده بيعمل المنظر ده ليك جوا هناك ما بيقدر يقول. عنده عنده السفير قاعد، سفير الآن بيجهز في ليبيا، الآن جهزوا لهم 30 تارشر بمدافع 106 وتحركت معها عربيتين سلاح كبار من ليبيا. جهزوها من وين يا هو الكفيل ده؟ قاعد خليه جنبه. تفتكر ده حيجيب لك دولة؟ تفتكر انت بليد ما بجيب لك دولة؟ ده بيعك، ده بدمرك، ده بيخليك تنتهي، ده قادر الليلة ينشر الجيش، وقادر الليلة الجيش يستلم، وقادر يحرر البلد، لكن بخايف، خايف من العواقب، خايف من الكفيل. ودي الحقيقة. وانا بقول لك والله العظيم بتقعد بتطول وبتلف وتدور، تلف وتدور، تلف وتدور، والله بتطق راسك بالحيطة. برهان كل يوم بيثبت انه فاقد للأهلية وفاقد للشرعية. نحن ما طلبناه بكلام ولا طلبناه يطلع جعجع، احنا طلبناه بافعال، طلبناه افعال. القحاط الان جنجويد، مفروض طوالي كلهم، اي قحاط اي زول بيكتب لا للحرب طوالي يطلع فيه امر قبض، طوال ولا لحظة. جهاز الامن صلاحية كاملة، صلاحية كاملة جهاز الامن، لانه ده اللي بيحافظ على الدولة، لانه دي الدولة. ما في دولة بتقوم بدون جهاز، ما في دولة بتقوم بدون جهاز، ما في يعني دولة قامت بدون قبضة امنية. البلد كلها امريكا دي فيها قبضة امنية،
فيها 100 جهاز. ما في دولة محترمة ما بتقوم بالأمن ولا بتراعي الأمن. جهاز الأمن ده برهان خدتي كده بس قاعد. ليه؟ أدون صلاحيته؟ أنت مالك خايف من برا، خايف من القحاطي. القحاطي ده شفته يا برهان، وأقسم بالله لو القيامة قامت والله ما يخش قحاطي. والله أنت ذاتك إحنا ما دارينك، أنا أكلمك وأقسم بربي الذي خلقني أنت ما تقعد، خلي القحاطي أنت ده ما تقعد. تقال البلد دي حقتك ما حقتك، تخدي رجيش ونسمعوك بطريقتهم يقعدوا احنا ما سالين، لكن احنا منورونا الصح. احنا ما عندنا زول كبير الا الله خلقنا، ودي دولتنا السودانيه. في شنو الحاصل؟ ما لا في انتشار بتاع جيش، ما دي ما خطه، دي ما عندها علاقه. بنعرف عسكريه، لو ده فهمكم في العسكريه والله بنعرف اكثر منكم. لو ده العسكريه درسوا كلها والله احنا خبرها بالواضح. ما تقول لنا احنا عسكريه واحنا دارسين، احنا والله لو ده دراستكم والله العظيم انا الخبير كامل بسيوني في العسكريه. دي الحقيقه، لانه دي ما عسكريه. عسكريه شنو؟ وين العسكريه؟ تعالوا قول لي دي عسكريه، تعالوا قول لي عسكريه، وين العسكريه؟ الان ما قادرين تشتغلوا عسكريه زي الناس. الجنجويد تضربوا بالطيار والطياره يموتوا اثنين، وتخسر لك قنبله ب50,000 دولار في اثنين، والباقيين ما تخليهم قاعدين قبلهم. لا بتجيب لك مشي ينظفه ولا بتجيب لك، مفروض الضرب من فوق يكون معاه مشي من تحت، ده القانون. طالما انت دار تمشط وناس محتلين وانت بتضرب من فوق، مشاتك بتحت طوالي طوالي متواصل. يلا تقدم، في عوايق قدام، في عوايق. وين النقطة كده؟ انا اديك احداثياتها، باب يتبلى لك انت تتقدم وانت ماشي. يومين البلد كانت نطفت، لكن دار انت سوقونا بالكذب وبالطلس وبالمسرحيات، وفاكرين الشعب السوداني ده خلاص ممكن تجو يتحكم ساي. والله انا كلمتك، وان البلد دي لو حرقت بجاز اسود واتمسحت من الوجود ما تتحكم الا بكيفنا. دي تخطوها في راسكم. والدار حكمنا رجالة طز فيه، الدار حكمنا رجالة طز فيه عديل، خليه في طز. الدار حكمنا رجالة، والله هم ما ولدته، والله هم ما ولدته، لأننا نحن دفعنا ثمن، دفعنا ثمن أضعاف أضعاف. خلاص ما بنرجع تاني للحظيرة وللكذب وللطلس وللنفاق وللذل واللهانة. يا دولتنا السودانية تجي دولة عزيزة كريمة عفيفة، يا إما القيامة تقوم. طالما القيامة تقوم بتقوم علينا كلنا. الدولة تتمسح، تتمسح من الكرة الأرضية، ربنا يجيب قوم تاني يقعدوا فيها. لكن نخليها لخونة، نخليها لرمم، نخليها لناس ما تأمين رجال، قسما بالله العظيم ما بيحكموا ولا تفكر ولا تحلم. مجرد حلم ساي ما تحلم. عشان كده داير تعمل في جهاز الأمن ده، خليه يشتغل شغله. أدي ناس مفضل دير صلاحياتهم كاملة، ما عندك بون علاقة. الناس دي البراون بينظفوا البلد، قسما بالله براون ينظفوها بدون حوجة لك انت ذاتك. أدون صلاحياتهم كاملة، ما تقعد تمسك الدولة وتقعد تطلع لنا تدال لنا خطب رنانة. خطبك دي ما تامة معانا وما نافعة، خطبك دي فاشلة. انت زول ما عندك حاجة ولا عندك مصداقية. احنا فقدنا فيك المصداقية، احنا فقدنا فيك ريحة الغايد، فقدنا فيك تصرفات الغايد، فقدنا فيك كاريزما الغايد. ما عندك حاجة، لا حول لك ولا قوة. انت وصلت مرحلة والله مشفقة، والله العظيم والله تحنين الكافر. عشان كده يا برهان ما تستقل بالجيش وتدمر الجيش وتنتهي من الدولة السودانية بأنك انت بكلامك اللي بتقول انت ما عندك حاجة تقدمها للدولة السودانية. انت زول مكتف من برا، افضل لك واهول لك بدل تدمر دولتك وتدمر مؤسستك العسكرية. ضحي بنفسك، ضحي بنفسك وسلم المؤسسة العسكرية لغاية غيرك ما مطلوب ليه برا، ما عنده كفيل برا، ما عنده عقال بيتحكم فيه. ودي الحقيقة يا برهان. لو انت فعلا وطني وفعلا ابن المؤسسة العسكرية وفعلا داير مصلحتنا ومصلحة الجيش، ابعد من الجيش، ابعد من الدولة، ابعد من القيادة. ما انت الراجل اللي ممكن يدير الدولة السودانية الان. انت فشلت، فشلت جملة وتفصيل، فشلت ولا لف دوران، فشلت. فشلت لأنك ما أدي راسك لبرا، فشلت لأنك خايف من برا، فشلت لأنك بتراعي لبرا خايف منه، فشلت لأنك ما عندك حاجة تقدمها، ما عندك شيء تقدمه لنا، ما عندك، ما عندك حاجة. فاقد الشيء لا يحطي، أنت ما عندك حاجة جواك عشان تدينا ليه، أنت جواك أيوف. دي الحقيقة يا برهان. عشان كده ما تطلع تتكلم ساي، قدر ما تتكلم حتى لو في ذرة بتمسحها. أبعد ساي،
دار تعمل افعال اعمل، دار تطلع قرارات طلع، دار تسوي سوي، لكن كلام قير 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 ده ما بينفع، ده ما باكلك عيش، ده ما بقعدك في الكرسي، ده ما بخلينا نطبل ليك، ده ما بخلينا نقول تقعد، ده ما بخلينا نقول ده يقعد، ما في. انت الان خلاص بالنسبه لنا عاد ما عندك قيمه. الان انت مش قطعت الزلط اللي قطعته ده، ده والله ينقص من المؤسسه العسكريه وهيبتها. ده دلاله على الضعف والهوان. ده دلاله على انك انت ما قادر تعمل. اللي بيشوف المنظر ده غير كده ده يمشي لك يلبس لنا الظهره. القطعه الزلط اللمس دي والله قطعه مؤلمه للجيش. والله مؤلمه لقياده الدوله السودانيه كونها تنحدر وتصل الاسلوب ده. دي وصمه عار اقسم بالله العظيم. مستحيل تاني زول يحترمك ولا يقدرك. انت وصلت مرحله ما قادر تعمل قرار ضد الناس ديل، بدل تطلع تنعلن السب وتقول لهم هناي وهناي، تكتفون قرارات كان افضل لك وارحم لك. كان الناس مجدتك وطلعت لك فوق بدل تمشي تقطع بهم زلط، لانك انت ما قادر تعمل فون قرار، لانك انت مكتف، لانك انت مقيد، لانك انت مكبل، عشان كده طولت لسانك. والزول مين ما يطول لسانه ويقصر يده، ده معناته ما عنده حاجه، زينا كده نحن ما عندنا حاجه، احنا لسان. احنا ما عندنا قرار، لساننا ده طويل. طويل لانه ما عندنا غيره. ما عندنا غيره. والله ما عندنا غيره. لو عندنا هسه الليله عندي كشك فيه صلاحيه بتاعت اداره بتاعت زقاق. الزقاق ده بديره بدون ما اطلع، بكتب بس قرارات، البلقى الساعه 6 في الشارع بطلع ميتينه. البلقى البلقى بيكتب لا للحرب بقتله وبقتل امه معه. البلقى ساي ما داعم جي بقتله. بتاني منو ده قراراتي انا كده، انا ده وقت بتحارب من حقي. البلد ما في حاله حرب، حاله حرب الممكن والمستحيل. اي قرار ما في زول بيقول لا، اي قانون ما في زول، لانه البلد في حاله حرب. الحرب دي يا نكون يا ما نكون، دي الحرب الوجوديه، دي الحرب الشرعيه الوحيده في تاريخ السودان، دي الحرب الوحيده الشرعيه. دي ما محتاجه لها لف ودوران. محتاجة قانون، محتاجة عدالة، محتاجة 1 2 3 4، محتاجة تلبس قاشك وتطلع في التلفزيون القومي وتقول القرارات، تعالى حالة الطوارئ، قانون الطوارئ، 1 2، احنا كده نقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ده خطاب يمثلني. لكن خطاب كله نبز، ديلك كده وديلك كده وده كده وانت كده وانت ارجوز وانتوا كده وتضحكوا. يعني خلاص شنو يعني؟ ما هون كده، هون جنجوي دي انت حتغير فون شنو؟ انت دار ترضيهم يعني تجيبهم تعالوا لي بورسودان؟ اهل ليله قال لك احنا جايين بورسودان. قال لك جايين بورسودان ها؟ هتقول لهم تعالوا نمسكهم السلطه؟ البلد دي هوس كده يا هتحكمونا احنا ما بشر؟ نخليكم وخلاص ونقعد نصفق ونطبل ايه يا سلام ايه؟ لا وين ايه؟ واطلع يا برهان تشوف عمرك ما شفته ولا سمحت به ولا جابوا لك ولا حصل رأيته الفاتنا انت الاربع سنه اللي فاتت نطلع من جسمك ده كده تقر الصاينه خدتك في ميدان عام ويزول يدق قرصه في قضمك قسما بالله العظيم يا برهان. انت قال الشعب ده مغوص منك الليله ولا امس؟ احنا لنا 4 سنة والله بنتالم منك ونتوجع منك. واقسم بالله العظيم 4 سنة نحن شفت بناكل الزلط ده عشان نسمح صوتك ساي. 4 سنة الواحد بياخد شوية الليمون عشان ساي بس يعني يفتح يلقاك انت قاعد ساي كده بياكل شوية الليمون. لانك انت ما عندك حاجة. لانك انت دمرت الدولة السودانية، لانك انت كبرت حميتي ده. لانك انت جبت حميتي خطيته لك حرس عشان ضد جيشك، لانك انت دمرت الجيش السوداني، لانك انت اضعفته، لانك انت ما سلحته زي الناس، قفلته معسكراته، لانك شلت الضباط الكفاءات، لانك حليت هيئة العمليات الكفاءة. لانك حليت الهيئه وخليت لنا النيجر وتشاد ومالي، خليت لنا افريقيا الوسطى، وجاي تتكلم عن شرف وعن عزه وعن كرامه، انت المفروض تشنق قسما بالله تشنق 100 مره، راسك الكبير ده قسما بالله المفروض يشنقوك 100 مره، 100 مره تشنق وتضيع تاني تشنق، انت اللي عملتها فينا والله لا عين رات ولا اذن سمعت، دمرت البلد دي بعدم الفهم وعدم الرجاله وعدم الوعي وعدم المصداقيه وعدم الوطنيه، ودي الحقيقه دي الحقيقه دي الحقيقه دي الحقيقه. انت الجيش ده زيته انت، لانك انت دمرته وكبرت حميتي، اديته الاراضي، اديته المعسكرات، اديته بيوت الكيزان، اديته معسكرات هيئه العمليات، اديته سلاح هيئه العمليات، خليته وصل للمرحله دي، وفي النهايه كان داري ياكلك لولد اولادنا الشرفاء. لولا اولادنا الشرفاء والله كانوا داري ياكلك. لانك انت كنت ضعيف، لانك انت كنت ما واعي،
لانك كنت ما فاهم، لانك سايق الدوله للهاويه والناس بيتكلموا معاك وانت عامل نفسك فاهم، وانت ما فاهم، انت ما فاهم. دي المشكله. لو زول فاهم، زول فاهم بيحل لي حياه عمليات، فاهم بيحل حياه عمليات، مدربه ضباط كورسات في روسيا وفي اوكرانيا وفي وين، ناس جاء دوله دفعت فيهم قروش، وخلي لي نغيب خلا مره رايح مره جاي، ولا فيهم واحد بعرف يكتب اسمه، اخلي لي جيش كله خلا، واشيل الضباط المؤهلين خريجين الكليه الحربيه والدارسين والدورات ودافعين عليهم، واخلي دين، وتجي تقول لي انت صادق وانت داير الدوله السودانيه تمشي لقدام؟ يا اخي معقوله؟ يا اخي انتوا اللي عملتوه في الدوله السودانيه ده؟ ما في زول عمله، والله ما في زول عمله. أسوأ ناس مسكوا البلد دي ما أسوأ منكم، اقسم بالله ما أسوأ منك والقحاطة، أسوأ من حكم السودان. مش العساكر، والله الآن احنا نتمنى العسكر العديل، العسكر بدون سياسة، نتمنى ضابط عديل كده. ليه؟ لأننا كرهنا حاجة اسمها سياسة، كرهنا حاجة اسمها مدنية، كرهنا حاجة اسمها ديمقراطية، كرهنا حاجة اسمها حزب. السويته في السودان ده ما حاجة سهلة الناس تقعد، ده أكبر من ده، ده أي سوداني مفروض يكون زعلان. إحنا قرشنا ليمون ووقفنا معاك من بداية الحرب، قلنا ما مشكلة يمكن تصلح غلطك، لما تطلع برا طلعت برا بالعكس زدت الطين بلة، يا ريتك ما طلعت من جوا، لخبطتها كلها وصدتها جوا، دمرتها كلها، يا ريت لو كنت قاعد في غرفتك ولا طلعت منها، جط الدنيا برا يا أخي، يا اخي جطة عديل، جطة جطة الدنيا برا، لانك يا برهان ما فاهم، ده ما كرسي بكل بساطة بدون اهانة وبدون ده ما، لانه ده ما كرسي. انت الان ما مفروض تكون الرجل الاول في الدولة السودانية، لو كنت بتحلم ما مفروض، ما مفروض لو جاتك ليلة القدر وما بتبقى، ومستحيل تكون الرجل الاول الان في الدولة السودانية، لانه قدامك في اربعة، قدامك في اربعة ليلة قال ده لك 30 سنة 20 سنة حتى تبقى الرجل الاول، وما كنت بتلحق، ما كنت حتلحق، لانه عمرك كم كنت حتنزل معاش، لانه ده ما دورك، في ضباط قدامك كفاءة، دين مشوا وين؟ دين شي نزلتهم في اسبوع، الاسبوع ده يا هو ضر الشعب السوداني، الاسبوع الناس اللي بيشوفوه احنا شلنا لنا ثلاثة أربعة رؤساء في اسبوع ثلاثة، ده يا هو وصلنا هنا، دي الحقيقة. الاسبوع اللي انت بتفتخر به وثلاثة غيرناهم في اسبوع، انت اضريت المؤسسة العسكرية واضريت السودان، لانه كنت في الاسبوع ده الناس اللي قعدت ديل كانوا عندهم خبره تراكميه اكثر من الزول ده، 12 سنه فرقوا منهم في الخبره، 12 سنه دي اللي بارد، فاقد 12 سنه تاهيل، فاقد 12 سنه خبره، فاقد 12 سنه ممارسه، فاقد 12 سنه ساي بنظر كده فاقده، جالي قاعد جاهزه هيعمل شنو؟ ما فاهم اي حاجه، لبس وقعد وخدت السانات، مما جاء قال السانات انا عرفت البلد اتلحست، مما جاء طلع وقال السانات وتفاجأنا بالمنظر حقه وعرفنا البلد اتلحست. ليه؟ لانه ده ما فاهم، ده لقى حاطة لعبوا به وقال لي اطلع قول كده خاطب الاولاد في الشارع، خاطبهم بفكرهم، لعبوا على لقى حاطة الوقت ده، قال لي اطلع بالصوره دي وقول الكلام ده والسانات عشان يفهموك الشارع داير كده. ده زول حيقدم لك دوله؟ انت بتتكلم عن جريمه تاريخيه، الجريمه التاريخيه بدت بالتغيير الثلاثه في اسبوع، انت فاكرها منفعه ومحمله وتفتخر بها؟ دي اضرت الجيش، دي اللي انتهت من الجيش. ليه انتهت من الجيش؟ جابت لي زول ما فاهم حاجه، ده جابت لي زول ما عنده وعي كافي في القياده، جابت لي القصير اللي قاعد جوا الحسيني اللي ما بعرف حياه الاركان دي بيمسكوها شنو ولا بوزعوها كيف ولا بيعملوا شنو فيها، ودي الحقيقه. النتيجة نحن بندفع ثمنها، نتيجة الجهل ونتيجة التخلف وعدم الوعي بندفع ثمنها نحن. عمر زين العابدين ما كعب، ولا كمال عبد المعروف كعب، ولا ابن عوف كعب، بالعكس بالعكس، دي كلهم خبرة ودراسة وناس عندهم شخصية وعندهم كاريزما، كونه يرفض حميدتي يكون جزء من المعادلة ده براوة تحسب لهم، كونه يرفض حميدتي ده بيفهم، ده بيفهم، ده بيفهم عسكريه، ديل العساكر، لانه عارفين الدوله دي ماشيه لوين، لانه بيفهموا عندهم وصلوا نضج عسكري محدد، عشان كده ممكن يكونوا غوات، نجي نحن نشيلهم بجره قلم ونجيب لنا زي برهان ده وفرحانين، وبرهان يلا يا برهان اصدر القرارات، ويلا يا برهان صفقوا لي
ديل القحاطة الله لا بارك فيهم ولا بارك في أمهاتهم واحدة واحدة. الله لا بارك في الناس اللي جابوه لنا. الله لا بارك فيكم يا قحاطة. الله لا بارك فيكم ولا كسبكم عافية. انت قال الضرر ده ما جابوا لك عدم التراتبية اللي كانت حصلت في الجيش. جابوا رهان بأوامر قحاطية عزل لك الضباط. عزل الضباط الكفاءة كلهم بدأ يدمر في الجيش. يصفقوا له جوا والله كده تمام انت ها كيف كده تمام عجبتك يا عمر الدقير. عمر الدقير يقول له تمام امشي شوت لي 800. عجبتك يا ياسر عرمان يقول له تمام امشي شوت لي 600. كده كيف اشيل لكم حياة العمليات بجرها بشيلها شوتك برا اعملوا لها تمثيليه بتحت الرواتب شوتك برا ها كده عجبتك يا حميدتي ادوا حميدتي للمفوضيه بتحت الاراضي شيلها شيلها حميدتي اختار الاراضي الزايله يا زول ده صاحبي حميدتي ده انا دعم السريع ده كنت ماسكه في دارفور وديته الرتب انا شيل يا حميدتي داير وين؟ ادوا القصور بتاعت الكيزان دي في كافوري. ادوا مغرات حياة العمليات دي كلها. ادي السلاح يا زول ما عندك به علاقة. ليه بتصر يا حميدتي انت يا ضابط؟ بتصر ليه؟ انقلوا ودوا سنجة. الزول ده ما داير حميدتي، انقلوا ودوا سنجة. الضابط ده قبض مخدرات من حميدتي ليه قبض المخدرات؟ حميدتي ده بجيب المخدرات عشان الناس تفرح. حميدتي ده بساعد في تطور المجتمع بالمخدرات. شيلوا الضابط ده برا. يا جماعة دي الحقيقة. يا جماعة دي الحقيقة. هتجيني تاني تقول لي والله انا برهان ده برهان ده انت عاجبك عرسه لامك انت عاجبك برهان ده ودي لامك عرسه ليها طلقها من ابوك وعرس لها برهان لكن احنا ما عاجبنا احنا برهان ده زانا يا جماعه وبرهان ليه الان قاعد يعزي فينا وبرهان ليه بكره حيازانا ولو ما وصل السودان ده الهاوي يدمروا عادي كده الزول ده ما فيكو الزول ده ما فلتيت والله العظيم برهان ده قاله واتحدى يقول ما قاله قال السودان ده لو اتفرتك لو اتدمر انا ما بفكه قال يا زول قال عديل قاله طلب من زول يجي رئيس وزراء وقام ذاك طلب وقال له تسلمه يا خليل قال له والله البلد دي لو اتفرتك طوبه طوبه لو اتدمرت ما بسلمها ده ما عنده نخوه بتاعت وطنيه عشان كده انا بقول لك عزل القران الان الان ما بغيره لو طلع الليلة جغم بالطيران ما بغيره لو قال ما قال ما بغيره لو قطع الزلط ما بغيره ما أشوف بعيني أفعال شوف جيشي في الوطن أشوف الغرارات ضد السفير الأماراتي أشوف القحاطة أشوفهم في المحاكم أنا ما بغيره عزل البرهان الآن الآن ما في حاجة تخلينا نغيره ما في ما في ما في شيء في كذب وفي طلس وفي نفاق وفي سواقة بالخلع عشان كده الناس توه يا انت داير وطنك يا داير البرهان لو داير البرهان بتغرق وطنك بينتهي وما تقول بعدين وب علي انا بقول لك والله تندم ادعم جيشك ادعم مؤسستك طالب بالتغيير الان الان المؤسسه العسكريه تقوم بالتزامات الان الان تمشي للبرهان الان الان تكلموا الان الشعب ما داير والشارع ده ما داير والناس دي خلاص يا برهان البلد دي احنا عندنا اخواتنا بيختصبوا فيهم احنا حالفين غسما انه نحمي الشعب السوداني وانت مدخلنا جوا السجون ساجننا عشان ما نحمي شعبنا شن فايدة حياتنا اي ضابط عنده اهله هناك في الجزيرة اي ضابط عنده اهله قاعدين اي عسكري عنده اهله هناك فايدتهم شنو وقت ما قادرين يحموا اهلهم وهم بالميري احسن يدعوا الميري ويمشوا يحموا اهلهم رجالة ودي الحقيقة واحتمال دي اللي تبقى دي اللي حصير واحنا خايفين منها خايفين من اليوم ده عشان كده قبل ما يجوا اليوم ده احسن برهان يمش ويخلي الجيش يشتغل في الناس اللي بيفهموا جيش والناس اللي بيعرفوا عسكريه والناس اللي اشتغلوا والناس اللي فاهميننا والناس اللي عارفيننا يخلون يشتغلوا شغلهم هما عنده حاجه للعسكريه الله يديكم الصحه والعافيه سلام عليكم.